منذ استقلال موريتانيا إلى اليوم حكمها رئيسان مدنيان، أولهما كان الرئيس المختار ولداده الذي انقلب عليه العسكر في 78، وسيدي محمد الشيخ عبد الله الذي انقلب عليه العسكر في العام 2008. العسكر بطريقة أو بأخرى هم من يحكموا البلاد منذ ذلك العام. في 29 يونيو حزيران عام 2024 الموريتانيون على موعد مع استحقاق انتخابي رئاسي جديد بعد انتخابات عام 2019. تأتي هذه الانتخابات في وقت تواجه فيه موريتانيا تحديات أمنية متزايدة بسبب العنف المتصاعد في مالي والمخاطر على الحدود، كما تشهد البلاد استثمارات كبيرة في قطاعي الغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر، مما يجعل الاستقرار السياسي والاقتصادي أكثر أهمية لضمان نجاح هذه المشاريع التنموية. ماذا نعرف عن المرشحين للانتخابات الرئاسية الموريتانية؟ وهل برامجهم الانتخابية تعكس تطلعات الناخبين؟ هذا بودكاست يستحق الانتباه من بي بي سي نيوز عربي، وأنا ميس باقي. أتحدث اليوم مع الصحفي العربي الشيخ سيدي من نواكشوط. أهلا بك معنا في بودكاست يستحق الانتباه من بي بي سي نيوز عربي. أهلا وسهلا بكم، مرحبا. عربي، شهدت موريتانيا منذ استقلالها في الستينيات فترات طويلة من الحكم العسكري وعدم الاستقرار، لماذا؟ تحية طيبة، شكرا جزيلا لكم وللمتابعين. بالنسبة لموريتانيا، منذ استقلالها موريتانيا استقلت في العام 1960 على الاستعمار الفرنسي. أول رئيس للبلاد كان الرئيس المختار ولداد داه الذي حكم البلاد لمدة 18 سنة. بعد دخول موريتانيا في حرب الصحراء عام 1975 وقعت العديد من الأحداث التي أدت إلى انقلاب العسكر على الرئيس أنذاك المختار ولداد داه، ووصلوا إلى السلطة في العام 1978 وتحديدا في العاشر من شهر يوليو من العام 1978. منذ وصول العسكر إلى السلطة توالت مجموعة من الانقلابات والتبادل على السلطة حتى العام 1991. رؤساء مختلفون عسكريون طبعا بالعادة وبالحكم لأنهم من وصل إلى السلطة حكموا البلاد حتى العام 2005، يعني الرئيس معاوية واستحمل الطايع ولا في السلطة من العام 1984 بانقلاب عسكري، وحتى التعددية الديمقراطية في العام 1991 والانتخابات الرئاسية في العام 92، وبقي في السلطة منذ ذلك الحين بالشكل الديمقراطي حتى العام 2005 عندما انقلب عليه العسكر من جديد يعني أجرى انتخابات ووصل إلى السلطة رئيس مدني هو المرحوم سيدي محمد الشيخ عبد الله. وصل إلى السلطة وفي العام 2008 أيضا وصل إلى السلطة في العام 2007، وفي العام 2008 انقلب عليه العسكر من جديد ووصل الرئيس السابق محمد عبد العزيز إلى السلطة في موريتانيا. محمد عبد العزيز حكم موريتانيا لموريتين أو لعشر سنين بحسب الدستور الموريتاني، وخرج منها في العام 2019 ووصل إليها الرئيس الحالي للبلاد المنتهية ولايته محمد الشيخ الغزواني، وهو أيضا عسكري سابق. إذن منذ استقلال موريتانيا إلى اليوم حكمها رئيسان مدنيان، أولهما كان الرئيس المختار ولداد داه الذي انقلب عليه العسكر في 78، وسيدي محمد الشيخ عبد الله الذي انقلب عليه العسكر في العام 2008. العسكر بطريقة أو بأخرى هم من يحكموا البلاد منذ ذلك الحين. طيب العربي، يعني دعنا نشرح لمتابعي البودكاست، الرئيس الحالي كيف وصل إلى السلطة يعني وفي الانتخابات الماضية؟ الرئيس الحالي للبلاد محمد الشيخ الغزواني هو عسكري سابق، كان جنرالا في الجيش وتولى قيادة الأركان.
شارك في الانقلابات التي حصلت في 2005 على معاوية واستحمل الطائع، وفي 2008 على سيد محمد بن الشيخ عبد الله. كان الرجل الثاني في السلطة بعد الرئيس السابق محمد بن عبد العزيز طيلة فترة حكمه. وفي العام 2019 بعد انتهاء مأموريات الرئيس السابق محمد بن عبد العزيز ترشح أولي الغزواني. طبعا المتابعون يقولون بأن ترشيحه تم من أن الرئيس السابق هو من رشحه، لكن المنظومة والنظام بصفة عامة اتفق على ترشيح الرئيس الحالي محمد بن الشيخ الغزواني. هو تقاعد من الجيش وتولى منصب وزير الدفاع في آخر حكومات الرئيس السابق، وترشح للانتخابات ونجح في الدور الأول من الانتخابات في العام 2019، حيث حصل على 52% من أصوات الموريتانيين، وهو في السلطة منذ ذلك الحين إلى الآن، وطبعا هو مترشح حاليا للانتخابات. طيب عربي، الآن لننتقل إلى للحديث عن من هم أبرز المرشحين في الانتخابات الرئاسية، وما هي التيارات التي ينتمون إليها؟ طبعا الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 29 من الشهر الجاري يتنافس فيها 7 مترشحين. هؤلاء المترشحون 7 كما تحدثنا قبل قليل عن الرئيس الحالي المنتهية ولايته محمد بن الشيخ غزواني، والذي يعتبر المرشح الأوفر حظا من أجل التجديد له لمأمورية جديدة. بقية المتنافسين 6 الآخرون يتفاوتون بحسب مسارهم السياسي وبحسب تاريخهم. نجد حقوقيا هو نائب برام الداها عبيد، وهو نائب برلماني وكان قد شارك في استحقاقين انتخابيين رئاسيين سابقين، شارك في 2014 وشارك في 2019. هو حصل على المرتبة الثانية في الانتخابات 2019 وبأزيد من 20% من أصوات الموريتانيين، وهو معروف بمواقفه النضالية، وكان رئيسا وما زال رئيسا لمبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية، وهي حركة تحررية تهتم بالعبيد السابقين وبحقوق الاحرطين وشيء من هذا القبيل. وبالتالي هو يلعب على تلك الوتيرة الحقوقية وعلى ما قدمه في ذلك المجال. في المستوى الآخر يظهر رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية التواصل، وهو حزب إسلامي يعني يمثل التيار الإسلامي في موريتانيا، وهذا الحزب هو أكبر الأحزاب المعارضة تمثيلا في البرلمان وفي المجالس المحلية الجهوية أو البلدية، وهو زعيم المعارضة. يعني رئيس الحزب الأستاذ حمادي وسيد المختار الملقب حمادي هو زعيم المعارضة. نسمي يعني لدينا مؤسسة تسمى مؤسسة المعارضة، مؤسسة دستورية استحقاقها يكون بالتمثيل الأكبر في البرلمان. وبالتالي كم لهم مقعد في البرلمان؟ هو حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية التواصل يمتلك حوالي طبعا حوالي 13 نائبا برلمانيا، حصل على نواب في المراحل يعني المدن الكبرى اساسا، نتحدث عن مثلا نواكشوط، العاصمه نواكشوط، وكذلك بعض المدن الكبيره في البلاد. وهو ايضا هذا الحزب حزب موجود يعني بتصنيف هو ثاني الأحزاب في موريتانيا بعد الحزب الحاكم حزب الإنصاف. طيب أيضا يظهر مرشح آخر هو العيد محمد بن بارك، هو نائب برلماني أيضا، يعني لديه الآن ائتلاف، يعتبر هذا الائتلاف وريثا للمعارضة التقليدية في موريتانيا. المعارضة التقليدية في موريتانيا والمعارضة الراديكالية برموزها السابقة التي ناضلت منذ بدء التعددية السياسية في موريتانيا، نتحدث عن رموز نضالية كالرئيس أحمد ولدادة، وبالمناسبة أحمد ولدادة هذا دعم الرئيس محمد بن الشيخ غزواني. نتحدث كذلك عن دكتور محمد المولود وحزب اتحاد قوى التقدم، وهو حزب ورث يعني ورث تركة كبيرة لأول يعني الحركات النضالية المعارضة في موريتانيا، وهي حركة الكادحين، وهذا شيء آخر من التاريخ. هذان الحزبان الكبيران اللذان يعتبران من أكبر الأحزاب، أو كان يعتبران من أكبر الأحزاب المعارضة في موريتانيا، ونصفهم بالمعارضة الراديكالية. والقيادات التي كانت موجودة، القيادات الشبابية أساسا في هذين الحزبين، شكلت ائتلافا جديدا. هذا الائتلاف ظهر في الانتخابات النيابية الماضية وسمي بالحصان الأسود، بعد أن حصل على 5 نواب أو 6 نواب على الأصح في الانتخابات في البرلمانية، من بينهم نائب في الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هذا الائتلاف قدم العيد محمد المبارك
للرئاسة، يظهر بمهرجاناته، يظهر بشعبية، لديه يمتلك شعبية. الإمكانات نعرف أنها متفاوتة ما بين المتنافسين، نظرا لأنه طبعا لا يمكن أن نقارن إمكانيات النظام الحاكم بإمكانيات بقية المتنافسين. وكذلك كحزب التجمع الوطني الصحي والتنمية التواصل بقواعده وفروعه وبخلاياه الموجودة في جميع المناطق، بالتالي بقية المتنافسين ربما لن يظهروا بالمستوى الذي يظهر نعم. يعني شعبيتهم الكاملة. طيب هنالك عربي، أيضا أسماء أخرى، يعني هنالك تحدثت أسماء عن أخرى. الأهم، يعني تحدثت عن أهم المرشحين، أعلم أن الأسماء الأخرى هم مستقلون، يعني صحيح؟ هم مستقلون، واحد رئيس احد الاحزاب نعم ماماد بوكالي رئيس حزب التحالف من اجل العداله والديمقراطيه، هذا ايضا يمثل جانب اخر او جزء اخر، هو الجزء المتعلق بظهور كما نقول الزنوج في موريتانيا. ربما ظهوره على اللائحه لا يعني نقول ترشح، لكن في النهايه طبيعة الترشح لم يكن هو شخصية سياسية معروفة كأسماء أخرى معروفة من الزنوج في موريتانيا، كانت تظهر في يعني في الانتخابات الرئاسية وتظهر كمعارضة وتظهر تشكل جزء من المشهد السياسي، لكن في النهاية هو أيضا الآن يفرض نفسه كورقة أخرى يمكن أن تشكل فارقا، لأن نعم الأصوات يعني بقية المتنافسين بالرغم من أنهم ربما لا يكونون منافسين شرسين، لكن في النهاية يمكن أن يشكلوا الفارق، وحضورهم والشعبية التي يمتلكون حتى ولو كانت نسبة ضئيلة يمكن أن تشكل فارقا في حال الوصول إلى شوط ثاني. عربي، هل يتوقع الموريتانيون أن تشكل هذه الانتخابات يعني نقطة تحول ديمقراطي في موريتانيا؟ الموريتانيون آمنوا بالديمقراطية، مع أنه طبعا في خلال الفترات الماضية فترات شهدت الكثير من نتحدث عن التزوير على سبيل المثال، خصوصا في المناطق النائية والبعيدة. في تلك الفترة بدأ الوعي، نقول نوعا ما وعي ديمقراطي ووعي بالديمقراطية لدى الموريتانيين، لكن بدأ يتراجع شيئا فشيئا خلال الفترة الأخيرة، خصوصا بعد الانقلاب على الرئيس المرحوم سيدي محمد الشيخ عبد الله، لأنه رئيس وصل إلى السلطة بانتخابات كانت انتخابات شفافة تماما، كان المتنافسون فيها جميعا يعني جميعهم من خارج السلطة، لكن مع وصول الرئيس السابق محمد عبد العزيز إلى السلطة ضغط على المعارضة الموريتانية، غيبها عن المشهد تقريبا، حاول خلال فترة ما أن يبعدها، وبالتالي أدى ذلك إلى ضعف المعارضة أو مفهوم المعارضة، معارضة النظام. كما كنت أتحدث الآن عن المعارضة الراديكالية في موريتانيا والأحزاب الكبيرة التي مثلت جزءا كبيرا من المشهد السياسي والشخصيات كأحمد الداداه ودكتور محمد المولود، لكن الآن أصبحت هذه الشخصيات أصبحت شخصيات بعيدة جدا، لم تعد تمتلك تلك الشعبية التي كانت تمتلكها، وبالتالي الموريتانيون الآن لا زالوا يبحثون عن الوجوه الجديدة التي يمكن أن تشكل لهم أملا أو بارقة أمل من أجل غد أفضل. وربما الممارسة الديمقراطية، الموريتانيون يمارسون الديمقراطية بحرية تامة تماما، لكن هنالك مجموعة من العوامل التي تؤثر على الممارسة الديمقراطية. نتحدث عن المستوى الاقتصادي للشعب الموريتاني، نتحدث عن العلاقات البينية، نتحدث عن يعني عندما نتحدث عن القيادات التقليدية، نتحدث عن القبيلة والشيهة وأشياء من هذا طب القبيل، ما زالت تؤثر على الديمقراطية. عربي، لنعود إلى الانتخابات، وما هي أجندة الانتخابات هذه المرة؟ القضايا الرئيسية التي يتناولها أو في أجندة المرشحين؟ يظهر برنامج الرئيس الحالي محمد الشيخ القزواني، يظهر برنامجا قويا من ناحية الشكل وكذلك النص والهيكلة. ظهرت من خلال برنامجه مجموعة من النقاط الهامة جدا،
نعم ما هي؟ وهي نقاط تؤرق الموريتانيين، من بينها ما يتعلق بإشراك أو مشاركة الشباب، التشغيل. كما نعرف موريتانيا تشهد خلال السنوات الأخيرة هجرات كبيرة جدا، بالتالي مشكلة الشباب وهجرة الشباب هي يعني تؤرق القائمين على الشأن في موريتانيا. ظهر كذلك عبارات تتعلق بمحاربة الفساد، والفساد هو التهمة المشتركة التي يجمع عليها جميع مرشحي المعارضة على اتهام النظام بها، يعني جميعهم يتهمون النظام بالفساد، وبالتالي هو ظهر كأنه ظهر أو أعلن أنه سيحارب الفساد. تحدث أيضا عن تسيير معقل للثروات، ثروات الموريتانية. نعرف أن موريتانيا تمتلك مجموعة كبيرة من الثروات، ميزانيتها حتى تضاعفت خلال السنوات الأخيرة، لكن ذلك لم يظهر على مستوى حياة المواطن الموريتاني. كما أشرت، الهجرات المتلاحقة والتذمر من غلاء المعيشة والوضع الاقتصادي الصعب للكثير من الموريتانيين الذين يعانون تحت خط الفقر. طيب هذا ما كان الحزب الحاكم يعني الأجندة، فماذا عن باقي المرشحين؟ أساسا باقي المرشحين طبعا بالنسبة للبرامج هي تتشابه في الشكل، لكن بالنسبة للمضمون يختلف نوعا ما من البعض إلى الآخر. طبعا تظهر أشياء في برامج بعض المترشحين التي يعني ربما ليست ذات تأثير كبير. هو دائما النقطة المهمة بالنسبة للمواطن الموريتاني، كل مواطن موريتاني الآن لديه نقاط هامة بالنسبة له، ما يتعلق بإصلاح المنظومة القضائية، ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، ما يتعلق بالتشغيل أساسا، وهذه النقاط كلها تظهر في برامج المترشحين. أثير في مواقع التواصل الاجتماعي وعود المرشحين بإعطاء حقوق كبيرة للمرأة وحديث عن مساواة أكبر بين مختلف طبقات المجتمع الموريتاني بغض النظر عن لون بشرتهم وعرقهم. اشرح لنا مدى أهمية القضيتين بالنسبة للموريتانيين، ولنبدأ مع الملف أو حقوق المرأة. بالنسبة للحديث خلال الفترة الماضية والذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بحقوق المرأة، كان أساسا كما أشرت من حديث للمرشح الدكتور الأستاذ الجامعي أوتوماس سوباري، الذي نقل له حديث وصف بأنه يتحدث عن مساواة المرأة والرجل في الميراث وأشياء من هذا القبيل، لكن خرج هو ذاته وتحدث بشكل مباشر أنه يتحدث عن مساواة المرأة بالرجل في حدود الشرع والقانون. طبعا المرأة في موريتانيا حظيت خلال السنوات الأخيرة بالكثير من يعني نقاط، يعني تمكنت من الوصول إلى مراكز صنع القرار. المرأة الموريتانية أصبحت يعني وصل عدد الوزيرات في الحكومات الموريتانية خلال بعض السنوات إلى 7 وزيرات من بين 26 أو 26 وزيرا. المرأة الموريتانية أصبحت ممثلة في البرلمان بنسبة تزيد على 20%. هذه العوامل، يعني مجموعة من العوامل، من الحركات النسوية ومنها الأحزاب السياسية والحقوقيون وغيرهم، لكن أيضا ما زالت المرأة تبحث عن الكثير، وما زال المرشحون كلهم يقدموا الوعود للمرأة. هنالك لننتقل إلى المجتمع الموريتاني، يعني أهمية هذا الانقسام فيما يخص أصوات الناخبين. نتحدث عن فئات رئيسية، نتحدث عن الزنوج، ونتحدث عن الأحراطين، ونتحدث طبعا عن الغالبية من الموريتانيين وهي الغالبية العربية وما يعرفون بمسمون بالبيضان. هذه الفئات الثلاث فيما بينها تشاركية في السلطة، لكن البعض ما زال يئن تحت وطأة تلك العوامل كما أشرت التاريخية التي لها تأثير، ما زال موجودا لحد الساعة كما نعرف. يعني من الصعب جدا أن يتم القضاء عليه في يعني مرة واحدة، لكن في النهاية ما زال هنالك. بنام الداع عبيد على سبيل المثال هو رئيس مبادرة انبعاث الحركة الاعتراضية، هذا المترشح كما أشرت الذي يعتبر من أكبر المنافسين للرئيس، كان من أكبر دعاة يعني حقوق العبيد السابقين أو الرقاء السابقين ب
هذه المنظمة منظمة مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية معروفة بإيرا. هذه النقاط يلعب عليها أو يعني هي وتر حساس جدا يلعب عليها المترشحون، يتحدثون عن الوحدة الوطنية والوئام الاجتماعي وتعزيزهما من خلال مجموعة من الوضع قوانين، من خلال آليات، من خلال استثناءات، من خلال غيره، من أجل الرفع من مستوى بقية الفئات التي ما زالت ترى نفسها تحت المستوى، مع أنه في المتابع أن جميع الفئات العرقية في موريتانيا يوجد منها من هو في السلطة ومن هو في النظام ومن يسير الشأن العام. يعني ليس هناك العربي أيضا هناك من وضع مدير الحملة الانتخابية من السود، وهناك من اختار من البيضان أيضا يعني كوسيلة لاستمالة الناخبين. طبعا هذه عوامل تتبع للمرشح ذاته. يعني نحن نتحدث بصراحة، رئيس محمد الشيخ غزواني واختياره لمدير حملته من فئة معينة، وبلاده عبيد واختياره لمدير حملته من فئة أخرى. هذه النقاط طبعا محاولة لإظهار أنه بالنسبة لي أنا أشرك الجميع، الجميع يمكنه أن يشارك، وهي رسائل دائما توجه من خلال هذا 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 معروف، هي رسائل يحاول من خلالها المترشحون ومن خلال القائمون على السلطة دائما إظهار أنهم أن موريتانيا تعيش وئاما اجتماعيا يعني يمكن الجميع من المشاركة يعني بحرية. الصحفي العربي الشيخ سيدي، كنت معنا من نواكشوط، شكرا جزيلا لكل هذه الإيضاحات. شكرا جزيلا. شكرا متابعي بودكاست يستحق الانتباه على المتابعة، شاركونا بآرائكم وتعليقاتكم على حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخبروا أصدقائكم أن هذا البودكاست يستحق الانتباه. يمكنكم مشاهدة حلقات يستحق الانتباه على قناة BBC نيوز عربي على اليوتيوب، أو الاستماع والتحميل على منصات البودكاست المفضلة لديكم، وأيضا على موقعنا bbcarabic.com. حلقة اليوم من إعداد سوسن صبوح ونغم قاسم، ونفذتها سميرة السعيدي. في الإخراج التقني كان معنا روب غريف، في إدارة التحرير كريمة كواح، وكنت معكم ميس باقي.